حلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد، أهلا بكم مشاهدينا وأبرز ما لدينا في حلقة اليوم. بمشاركة 300 طالب وطالبة، مؤتمر علمي في جامعة حضرموت. معرض مفتوح للمواهب والمبدعين في المهرح. أبين، التسمية والتاريخ. ومبادرة شبابية للتعبير عن السلام بالفن في عدن. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج أسبوع البلد. في الذكرى 30 لتأسيس جامعة حضرموت أقيمت بمدينة المكلا العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة. هذه الأنشطة تهدف إلى رفع مستوى التعليم الجامعي. المؤتمر العلمي الذي قدم فيه أكثر من 300 بحث هو واحد من هذه الأنشطة. التفاصيل في هذا التقرير. في الوقت الذي تحاول فيه الطالبة فاطمة صقل مهاراتها في تقديم البحوث العلمية، تجد أيضا في هذه الفعالية فرصة لعرض بحثها الذي يبين العلاقة بين تراجع مستوى الطالب وبين المقررات والمناهج الدراسية ووضع حلول أمام المعوقات والصعوبات التي تواجه الطالب الجامعي. طبعا نتكلم موضوع بحثي عن تكيف الطلاب مع المقررات الدراسية وعلاقتها بالتدني التحصيل الدراسي لدى طلاب مجمع كليات جامعة حضرموت. اخترنا موضوع البحث هذا لأن الطالب في التعليم الجامعي يتواجه نوعية مختلفة من التعليم تختلف عن سابقتها من مراحل التعليم العام، فيواجه بعض الصعوبات والتحديات التي تنقص من مستوى التحصيل الدراسي لديه. المؤتمر العلمي الثامن لطلاب جامعة حضرموت يشارك فيه نحو 300 طالب وطالبة يمثلون 10 كليات مختلفة، فكل طالب يعرض بحثه العلمي أمام لجنة التحكيم، حيث شملت محاور رئيسية في مجال العلوم الطبيعية والتطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. في كثير طالبات من كلية الآداب، في كثير طالبات من كلية البنات، كانت أبحاثهم جد طيبة وممكن أن نحن كذلك نستفيد منها في التنمية المجتمعية، وإن شاء الله تلاقي صوت من خلالنا بأنه نحن نتلقف أبحاث الطالبات بحيث تبقى جزء لا يتجزأ في تنمية وخدمة المجتمع. على مدى 4 أيام استمر المؤتمر العلمي الذي عقد تحت شعار طلاب الجامعة في خدمة التنمية، فالمؤتمر جاء ضمن فعاليات أسبوع الطالب الجامعي 12 الذي يقدم برامج متنوعة بالأنشطة الطلابية تزامناً مع الاحتفال بالذكرى 30 لتأسيس الجامعة. تأتي هذه الفعاليات أكان أسبوع الجودة الثالث الذي مضى أو المؤتمر الثامن لأبحاث طلاب جامعة حضرموت، والفعاليات اللاحقة مؤتمر أسبوع الطالب الجامعي وأيضا أسبوع البحث العلمي ومن ثم أسبوع الخدمة في المجتمع، تأتي هذه جميعا في إطار احتفالات جامعة حضرموت بالذكرى 30 لتأسيسها. هذه الذكرى التي تحل علينا هذا العام بعد مضي 30 عام. تهدف هذه الأنشطة إلى إكساب الطلاب المعرفة والمهارات في القاعات الدراسية وخلق الشخصية المتكاملة للخريجين، فجامعة حضرموت تحرص على رفع جودة التعليم على مستوى الجامعات اليمنية. زكريا محمد لأسبوع البلد. جميل هذا التحفيز وهذا الحراك والنشاط الطلابي. في نفس الموضوع ولكن في المهرة، اليوم الحلقة حافلة بهذه الأنشطة الطلابية المميزة. في محافظة المهرة لأول مرة جرى تنظيم معرض مفتوح لمواهب الخريجين من رواد ورائدات نهضة المهرة. المعرض أقيم في الصالة الرياضية واحتضن أقسام عدة فنية وتراثية وأيضا أقسام تتعلق بالابتكارات النوعية. كاميرا أسبوع البلد زارت المعرض وخرجت بهذا التقرير، نتابع سويا.
مهرجان ومعرض حديث الموهبة هو مهرجان نوعي للمواهب والإبداعات والاختراعات، جرى على مدى يومين ولأول مرة في محافظة المهرة من رواد نهضة المهرة، والذي أقيم في الصالة الرياضية. احتضن العديد من الأنشطة والفعاليات ضمن أقسام عدة، منها الفنية والتراثية وأخرى تتعلق بالابتكارات النوعية، إضافة إلى قسم الصور وأقسام أخرى مثل المخطوطات والفن التشكيلي، والتي من خلالها ظهر حجم وعظمة الإنجاز الخاص بالمواهب المختلفة. مشروع رواد ورائدات نهضة المهرة، المعهد المهرة للتدريب، كان فرصة جدا جدا كبيرة كبداية لانطلاق المستقبل الجميل لنهضة للمهرة. أيضا نحن الرائدات كانت لكل واحدة منها مهارة أو شيء ميزها عن غيرها موهبة، لكن ما استطاعت أحد أن يوريها، لكن قمنا هذا المعرض أو المعهد بشكل عام كان كبداية لانطلاق لمواهبهم لإبداعاتهم. نحن هنا الرائدات نستقبلكم بالترحيب، أيضا نبهركم بإبداعاتنا ومواهبنا. وكانت جدا انطباعي على المعهد جدا جدا، استفدنا من أشياء كثيرة، دخلنا أكثر من دورة، أيضا حزنا على شهادة، استفدنا من أشياء جديدة، أيضا الروبوت كأول نحن أول ناس يتعلم الروبوت في المهرة بشكل عام. حدث تاريخي هو الأول من نوعه في المحافظة، حمل في طياته الكثير من الإنجازات والنجاحات والتي تكللت في الفعاليات المتعددة بعد عامين من التدريب على المشروع، والذي ألقى بثماره من خلال المعارض المتنوعة التي عبر عنها الزائرون والمشاركون فيه. اليوم تم افتتاح المعرض بعد تعب مع الرواد سنتين، أعطيتهم دورها لمدة أسبوعين. الرواد أبدعوا في الخطوط، الحمد لله بعد اكتطفنا ثمرة تعبهم في هذا، افتتحنا هذا المعرض والمعرض الآخر مع البنات، هذا المعرض العيال وهناك معرض البنات. طبعا اليوم المعرض كان يعني حاجة جميلة جدا، عرضنا مواهبنا بصورة مختلفة، أو ربما الـ يعني أول مرة في المحافظة يتم يعني مثل هذه الأنشطة التي تختص في تنمية المواهب وتحفيز الشباب. وللأمانة المشروع كان مشروع ناجح، مشروع مثمر، مشروع الأول من نوعه في المحافظة، وفعلا استفدنا منه أشياء كثيرة، مش فقط في الإنشاد، حتى على مستوى الروبوت، مستوى المهارات الحياتية، يعني دخلنا في عدة مجالات، في مجالات كنا ما نقول ما عندنا خلفية فيها، لكن لما دخلنا في المشروع ودخلنا ودرسنا وشفنا، فكانت يعني بحد ذاتها استفادة لنا بعيدا عن الاحتفال وبعيدا، فكانت الخبرة يعني للأمان استفدنا أشياء كثيرة جدا. جهود كبيرة استمرت لعامين شكلت هذا الحدث الأكبر في المهر للموهوبين والمبدعين والمتفوقين، والذي تؤكده هذه الابتكارات والاختراعات وهذه البهجة التي عمت أرجاء المعرض. هذا المعرض كان نتيجة الجهود المبذولة منذ تقريبا عامين للرواد والرائدات في محافظة المهرة، حيث كانت النتيجة فوق المتوقعة والممتازة، كانت نتائج ممتازة جدا، حيث أبدعوا جميع الطلاب والمبدعون والمتميزون من جميع مدارس محافظة المهرة، وكانت نتيجتهم اليوم حافلة بالكثير من الإبداعات والاتجاهات المختلفة، وإن شاء الله يستمر مثل هذه البرامج أو البرامج الدراسية أو الهادفة التي تعمل على تنمية للشباب وللطلبة وبإخراجهم بإبداعات مختلفة في مجالات مختلفة، يعني تعمل على تنمية قدراتهم ومواهبهم المتعددة. بعد جهود طويل ومعاناة وتعب بذلناه خلال السنتين هذه ونحن نتدرب مع المدربين والرائعين الأستاذ أمير شحرة والأستاذ محمد الوسطى، تم بحمد الله تخرجنا من هذا المشروع وبفوائد عظيمة وكبيرة جدا استطعنا أن نخرج بها. فمن ضمن هذه الفوائد أننا استطعنا معرفة الذكاء الاصطناعي ومعرفة كيفية الإلقاء والمسرح والخط.
بجد واجتهاد عاكف هؤلاء الطلاب على أعمالهم ومشاريعهم وإبداعاتهم، مروا من خلالها بمصاعب كثيرة متعددة، لكنهم وفي لحظة كهذه لمسوا النور على أمل أن تلقى أعمالهم ومشاريعهم اهتماما واسعا على المدى القريب، وأن يحظوا بفرص تليق بهذا الإنجاز الكبير على مستوى المهرة واليمن بشكل عام. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة المهرة. ننتقل إلى شبوة. الحضارة والتاريخ، هناك معلم من المعالم التاريخية وهو معلم هجر الناب الأثري في مديرية مرخى العليا في محافظة شبوة. يعد واحد من أهم المواقع الأثرية التي تحكي أطلالها بقايا الدولة الأوسانية، أحد الدول الست التي حكمت اليمن قبل الميلاد، إلا أن ذلك المعلم الأثري المهم طالتها أيدي العابثين ونهبت محتوياته في ظل الصمت من هيئة الآثار التي لم تله أي اهتمام. نتابع. هنا كانت أحد أقدم الحضارات اليمنية رابضة على مدى قرون من الزمن، تقع في مديرية مرخة العليا بمحافظة شبوة، تحكي أطلالها بقايا عاصمة الدولة الأوسانية التي عرفت بهجر الناب وحكمت أجزاء من جنوب الجزيرة العربية في القرن السابع قبل الميلاد. احتلت الدولة الأوسانية مكانا مهما في الزمن القديم، وعرفت بطابعها الاقتصادي معتمدة على الزراعة، نظرا لموقعها الجغرافي الذي يعد من أهم المناطق الخصبة للزراعة وقيام الحضارات. في بداية السبعينات، في تقريبا 1972، الباحثة جاكلين بيرين اكتشفت الموقع الرسمي لمملكة أوسان وهي في مسورة في أعلى وادي مرخة، واكتشفت القصر أو غاية القصر الملكي مسور الذي كان مقر حكام ملوك أوسان، وهذا كله يدل على أن مركز هذه الدولة، مركز دولة أوسان، هي في منطقة من أعلى مرخة إلى انصاب تقريبا، ومن هذه المنطقة انتشرت لتشمل معظم المنطقة الجنوبية من بير علي إلى الحجرية، بل أنها وصلت في مرحلة متقدمة إلى شواطئ أفريقيا، وسمي الساحل الأفريقي بالساحل الأوساني. الآثار المتبقية من معلم هجر الناب تحمل دلالة واضحة على قوة ومتانة تلك الدولة الأوسانية التي احتضن هذا المكان عاصمتها الأولى. وبالقرب من هنا يقع شعب كهن الذي اشتق اسمه من الكهانة، ولا تزال شواهد معالمه حتى اليوم، ولم يكشف عن تفاصيل النقوش في أحجاره التي يعتقد أنها تبرز جانبا من المعتقدات الدينية للدولة الأوسانية. أهمية هذا المعلم التاريخي لم تشفع له وتصونه من أيادي العابثين، حيث نهبت محتوياته حتى أصبح أثرا بعد عين في ظل صمت من السلطات وهيئة الآثار في المحافظة التي لم توليه أي اهتمام. هذا معلم تاريخي تناقله الأجيال السابقة والحاضرة، معلم عاصمة دولة أوسان في جبل المحافظة عليه من السلطات المختصة في المحافظة ومن حتى المواطنين يا أخي، لأن يعني هذا معلم تاريخي للشعب اليمني كامل. ومن خلال قناتكم نطالب إلى من يهمه الأمر في المحافظة وفي الجمهورية اليمنية بشكل عام أن ينظروا، وإلى هيئة الآثار أن ينظروا إلى هذا المعلم التاريخي بنظرة حسنة، لحيث هو متعرض إلى نهب من قبل العابثين ومن قبل الأمطار. أنتوا تشوفوا السيلة، أنها جاءت سيلة وادي مرخة فوقه، تشوفوها أنتوا، قد يمكن لكم أخذتوا صور من هناك ولا بتأخذوها. في جانب آخر من معلم هجر الناب تمتد سلسلة جبلية تزينها قلاع شامخة شيدت على خط مستقيم، تمكن الناظر من القلعة مشاهدة أي إشارة وإرسالها للقلاع الأخرى من أجل حماية الدولة الأوسانية وحماية طرق القوافل التجارية من أي مخاطر. ولا تزال الكثير من الجبال تحمل أسماءها الأوسانية التي تنتهي بالألف والنون، ومنها جبل مشكان ونسان ولهمان وحمان، وتوجد بها نقوش بخط مسند، إلا أن الكثير من الغموض لا يزال يكتنف تلك المعالم، ويحتاج للكثير من البحث عن نشأة الدولة الأوسانية الأولى، وهو ما يجب على سلطات محافظة شبوة القيام به
لدعم الباحثين والمختصين في مجال الآثار وفهم تاريخ دولة تعد أحد الدول الست التي حكمت اليمن قبل الميلاد. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد، شبوة. مشاهدينا، المسابقات القرآنية تهدف إلى تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها وإدراك واجباتها تجاه رسالتها الإسلامية، وكذا إيجاد روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتلاوة، وهو أمر تسعى لتحقيقه المؤسسات المهتمة بهذا المجال. من هذا المنطلق قامت جمعية القرآن الكريم بمحافظة مارب المسابقة السنوية للقرآن الكريم. نشاهد تفاصيل هذه المسابقة في التقرير التالي. القرآن الكريم هداية الله للعالمين، وهو المصدر الأساس لتربية الأمة والطريق القويم الذي يسمو بالإنسان إلى أكرم الصفات وأعاليها، وينظم حياته من جميع أبعادها بصلته بربه ومجتمعه وأمته. ولأجل ذلك تعمل الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة مارب على إقامة مراكز تعليم القرآن الكريم وتحفيظه، وفي كل عام تقيم المسابقة القرآنية لآلئ القرآن. هذه المسابقة تشمل على أربع فئات، فئة الخمسة الأجزاء، فئة العشرة الأجزاء، وفئة العشرون جزء، وفئة المصحف. نأمل يعني في هذه المسابقة يعني نريد أن نحصل على ونؤهل 16 طالب وطالبة من في الخمسة الأجزاء، مثلهم في العشرة الأجزاء، وعشرة طلاب في العشرون جزءا، وعشرة طلاب في المصحف، من أجل أن تنافسوا على المركز الأول والثاني والثالث. بإذن الله تعالى سوف تنشر هذه وتبث هذه المسابقة في ليالي وأيام رمضان المبارك على إذاعة مأرب المحلية. مسابقة تهدف إلى تحفيز الجيل على الالتحاق بمراكز تعليم القرآن وتحفيظه، والحرص على تخريج جيل وسطي معتدل محب لوطنه خادم لمجتمعه. لذلك فتحت الجمعية أبواب المسابقة لمراكز تحفيظ القرآن كافة، سواء كانت تابعة لها أو لجمعيات أخرى. أدعو الآباء والأمهات أن يلحقوا أبنائهم بمراكز التحفيظ، فمنها ينهل الطالب نهلا طيب مبارك، أيضا له التأثير في المجتمع وفي الأسرة وفي البيت، أيضا بالصورة الإيجابية الحلوة والجميلة. يشارك في المسابقة مئات الطلاب والطالبات كل عام بفئة خمسة أجزاء وعشرة أجزاء وفئة المصحف كاملا، وتبث حلقاتها على أثير إذاعة مأرب المحلية في ليالي الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليحيي جيلا وسطيا متسلحا بالقرآن. خليل المليكي لبرنامج أسبوع البلد، مارب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعده لمواصلة أسبوع البلد، تكرموا بالبقاء معنا. في المهرة قصص لم تروى من قبل، وأرض ذات سحر وجمال، حضارة عريقة، وإنسان يناضل ويكافح، وواقع حافل بالأحداث والتطورات. ننقلها كل أسبوع في برنامج من المهرة. We'll be right back.
حياكم الله مجددا مشاهدينا. أبين واحدة من المحافظات العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، احتلت هذه المحافظة أو الكثير من مناطق المحافظة احتلت مكانة مهمة منذ القدم. هذه الأهمية تتمثل في كونها إحدى أهم المناطق في الممالك القديمة قبل الإسلام، وأيضا لأنها حافظت على مكانتها في العصر الإسلامي وفي حقب التاريخ المعاصرة. أبين، التسمية والتاريخ في هذا التقرير. تعد محافظة أبين من المحافظات العريقة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، فهي وإن لم تلق حقها من الاهتمام وتسليط الضوء إلا أنها تبقى زاخرة بتاريخها وحضارتها التي امتدت لعقود من الزمان. يرجع اسم أبين إلى عدد من التسميات ذكرها أبو الحسن الهمداني في كتابه الإكليل، من بينها أنها تنسب إلى أبين بن زهير بن أيمن الهميسع. أما دثينا التي تعرف حاليا بمناطق أبين الوسطى فقد ذكرتها النقوش منذ بداية القرن السابع قبل الميلاد، وبالرغم من قلة تلك النقوش إلا أنها بيّنت أن دثينها القديمة احتلت مكانة مهمة منذ القدم وارتبطت بأحداث تاريخية كثيرة. وتتمثل أهمية المدينة في كونها إحدى أهم المناطق في ممالك قديمة قبل الإسلام، وقد حافظت المدينة أيضا على مكانتها في العصر الإسلامي وفي حقب التاريخ المعاصر بحسب ما أشار إليه مركز عدن للدراسات والبحوث التاريخية. بالنسبة لمحافظة أبين، هي تعد من أعرق المحافظات غاضبة، وقد ذكرت في القرن السابع الميلادي وذكروها المؤرخين جميعهم، ولها نقوش أثرية لا تختلف عن المحافظات الأخرى كمحافظة مأرب. فمحافظة أبين يعني محافظة عريقة، ولحد الآن وهي موجودة نقوش ما قبل الإسلام. فإذا لاحظت في هذه القرى والبادية ومضارب البادية توجد نقوش لحد الآن لم يتكلم بها ولم ينزلون خبراء أثريين ليتأكدون من قيمتها التاريخية. اندرجت أرض أبين ضمن ممالك متعددة خلال عصور مختلفة، أبرزها مملكة أوسان وقتبان وحمير، وتعود أغلب القبائل في تلك المناطق إلى حمير ومدحج اللتين أدتا دورا محوريا في تاريخ المحافظة. محافظة أبين أيضا توجد فيها قلاع، وتوجد فيها حصون، وتوجد فيها حتى مناهل وسدود يعني ما قبل التاريخ حد الآن، ولكن للأسف الشديد لم يهتم بها الخبراء الأثريين ولم يهتم بها حتى السلطة المحلية أو الدولة يعني ممثلة في المحافظة ونحو ذلك. فلحد الآن هي موجودة مناطق أثرية تكاد تندثر لعدم الاهتمام أو لعدم تفاصيل تاريخها وهي ما قبل الإسلام. وتحتوي أبين على الكثير من الآثار والمخطوطات التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة، لكنها كغيرها من المناطق اليمنية التاريخية تعرضت للإهمال الحكومي، ما أدى إلى اندثار أغلب معالمها القديمة. حيدر أحمد لبرنامج أسبوع البلد، محافظة أبين. في عدن نظم فنانون عدنيون من شباب مبادرة وتد بعدن معرضا متنوعا ضم أعمالا فنية مختلفة في الرسم والتصوير والتصميم والعزف، وكذلك في الغناء والإخراج والتمثيل، وأطلقوا عليه اسم فاصلة منقوطة. الأعمال المعروضة عكست مهارة هؤلاء الفنانين من خلال تجسيدها في لوحات وأعمال فنية معبرة. نتابع. معرض فاصلة منقوطة ليس مجرد خيمة للمشاهدة، بل هو واحة للتعبير عن السلام والمحبة بالفن والإبداع بمبادرة نفذها شباب من الموهوبين بعدن. وجدوا في الفن فرصة لتجسيد مساحة للسلام من خلال تنوع فقراتهم الفنية في مجالات متعددة التي شهدت تأييد شريحة كبيرة من المجتمع. مشاركتي كانت برسم لوحتين تدور على السلام وعلى الحرب،
اللوحة الأولى التي تدل على الحرب وهو أكثر شيء مؤثر ومؤلم في الحروب هو فقدان الشهداء وفقدان شخص عزيز. وتنوعت فقرات المعرض الذي نظمه شباب مبادرة وتد بين الرسم والتصوير والتصميم والحرف اليدوية وصناعة الأفلام والمونتاج وتدريبهم في مجال التطوع والتفكير التصميمي لصقل مواهبهم، متحدين بذلك الظروف القاسية التي تمر بها البلاد. صح كانت أيام يعني متعبة بالأخير، لكن كانت أيام جدا مسلية مع الفنانين والشباب اللي كانوا يعني موجودين. لوحات فنية غنية بالمشاعر تؤكد أن المرأة هي السلام، وأخرى عبرت عن رفض الواقع المعيشي بمختلف أشكاله بطريقة فنية مبتكرة، وصولا إلى وضع حد للعنف الذي يعيشه أبناء المدينة وإرساء قواعد المحبة والسلام. إحنا محتاجين حاجات كتير زي كده عشان نبني بلادنا ونغير بلادنا. طبعا هذا المعرض يعلمنا احنا اشياء كثيره، ان ما زلنا يعني ما زال لدينا مواهب في الشعب اليمني بشكل عام، وان شاء الله نتمنى من الجميع انهم يعني يتقدموا في اعمالهم، يكون لنا احنا مستقبل باهر. المعرض وان بدا متواضعا الا انه تضمن لمسات جسدت احساس المشاركين بواقعهم ومحيطهم، وعكس مهارة وتجربة الشباب والشابات في إظهار ملامح من حياة المجتمع والسكان في المدينة بأنامل عدنية فريدة ومتميزة. تلقيح النخيل أو ما يعرف بالتفخيط محليا ينتشر هذه الأيام في وادي حضرموت المشهورة بوفرة النخيل. هذه العملية تتطلب مهارات كثيرة جعلت منها عملية معقدة تنحصر على عدد قليل من المزارعين في وادي حضرموت، حيث يتم توارثها منذ قرون طويلة. تلقيح النخيل كيف تتم وكيف يتوارثها المزارعون بوادي حضرموت في سياق هذا التقرير؟ خبرته التي ورثها من أجداده جعلت منه قادرا على إتقان عملية تلقيح النخيل التي تتطلب مهارات كبيرة قل من يتقنها. رشيد ربيحان أحد مزارعي وادي حضرموت يقوم بعملية تلقيح النخيل أو ما تعرف هنا بالتفخيط، حيث تتطلب مهارات تسلق أشجار النخيل الطويلة والخطرة ومعرفة أنواع النخيل الذكور المنتجة للقاح. وينتشر النخيل في وادي حضرموت باعتباره أهم موطن لها، وتحظى النخلة باهتمام كبير حيث ارتبطت بتاريخ وثقافة وحياة سكان المحافظة. احنا مزارعين نقوم بتفخيط النخيل في نجم الذراع، وهو النجم الأول لتفخيط النخيل، ونقوم نجيب فخطة من الفحل هو على يقولوا ذكر، ونقوم بتفخيط الحربة حق النخلة. يتم تجفيف هذا اللقاح لفترة محددة إلى أن يأتي موعد بدء التلقيح الذي يتم بطريقة تقليدية متعارف عليها بين المزارعين. وفي موعد التلقيح يتم الاعتماد على حسابات نجوم فصل الشتاء لبدء عملية التلقيح بهدف الحصول على محصول جيد ووافر من التمور. هذه الفخطة مش أي واحد بيكون يطلع النخيل، لأن في النخل بعضه هذه صعب طلعه، لازم يكون عنده خبرة في النخيل كي يعرف يطلع النخلة، ما أي شخص يجي من برا بفخط النخل. نحن توارثناها من أجدادنا القدماء وجيل بعد جيل توارث هذه التفخيط النخيل في وادي حضرموت. أصناف مختلفة من النخيل تنتشر في وادي حضرموت وتمثل ثروة مهمة للمزارعين، خاصة مع دخول أصناف جديدة عملت على زيادة المكسب من تجارة التمور لديهم، غير أن الزحف العمراني والأمراض التي تهجم على النخيل
دون تدخل لمعالجته تعتبر تهديدا حقيقيا لهذه الثروة التي تمثل أهم ركائز الأمن الغذائي. لبرنامج أسبوع البلد قناة المهرية حضرموت. لسنوات طويلة ظلت الأسماك وجبة أساسية للمواطنين في تعز، وذلك بفضل الخط الساحلي الذي تمتلكه المحافظة، لكن الحرب ساهمت في تغييرات كبيرة وعملت على قلب الموازين الاقتصادية والجغرافية، حتى أصبح الحصول على الأسماك أمرا بالغ الصعوبة، تزداد معاناة المواطنين في هذه المحافظة. نتابع التقرير. بتردد يدخل عبد الله إلى سوق السمك بعد أن مضت أشهر منذ اشترى منه، يتنقل بين المحال يمتع عينيه بالنظر إلى الأسماك، وبعد تفكير طويل بادر بالسؤال عن أسعارها، وبصدمة كبيرة تلقت مسامعه الأسعار التي صعب عليه تصديقها، يتوجه إلى محل آخر لعله يجد أنواعا أخرى أقل سعرا وتتناسب مع المبلغ الذي في يديه، لكنه يتفاجأ أن كل الأنواع ارتفعت أسعارها إلى حد يفوق قدرته. أصبح السمك في بلادنا ما يشتري السمك إلا من كان غني أو من استطاع إليه سبيلا. نحن لا نقدر على شراء السمك لأنه أسعاره غالي تمام، ونحن نمتلك ميناء المخا ونمتلك الشريط الساحلي ساحل البحر الأحمر، ونمتلك ميناء اسمه نزل السمكي في عدن، رغم ذلك نجد شحة في الصيد في السوق المحلي. خفت الحركة في هذا المكان الذي يعد السوق الوحيد للسمك في تعز، والذي كان يزدحم بالمتسوقين. يقول الناس هنا أنهم حرموا من الأسماك رغم امتلاك تعز لخط ساحلي طويل يعج بالأسماك المتنوعة. أصبح أنه تأكل صيد أمنية أو حلم، تتمنى أنك تأكل صيد، تحلم تأكل صيد، وإن تواجد الصيد عندنا بشكل رديء جدا. لا الثمد متواجد، لا ديرك متواجد، لا أرجى أنواع الصيد داخل تعز. اليمن تمتلك أطول ساحل بشبه الجزيرة العربية، ولكنه لا يتواجد الصيد عندنا في تعز. ويقول بائعو الأسماك أن الشركات الكبيرة تنهب الأسماك بعد ممارستها للصيد العشوائي وتصدرها إلى الخارج، وهذا ما اضطر بعض البائعين لإغلاق محالهم التجارية بفعل الغلاء ومنافسة الشركات الكبيرة، وصعب عليهم عمليات البيع والشراء. في شركات سعودية وإماراتية تمام يقوموا باشتراء السمك بالعملة الصعبة، مما يصعب على صاحب الصياد اليمني صاحب البوابير، أصحاب البوابير يجلس هناك فترة شهر كذا كذا تمام، ما يقدرش يشتري يعني بالعملة الصعبة حقهم اللي ده. يستمر هناك شهر في الساحل، وفي معه بالطريق معك المواصلات نقاط القبايات، وإحنا محاصرين. وفي الشتاء تتضاعف أسعار الأسماك عن بقية الأيام بسبب الرياح التي تضرب المناطق الساحلية وتعوق الصيادين عن ممارسة مهنتهم، كما أن الحصار المطبق على تعز وإغلاق الطرق الرئيسية من الأسباب الأخرى لهذا الارتفاع، عوامل كثيرة أدت إلى حرمان المواطنين من أطباق الأسماك التي كانت سهلة عليهم قبل سنوات الحرب. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد تعز. كانت الأضحية لمن استطاع إليها سبيلا، والآن السمك لمن استطاع إليه سبيلا، فرج الله على هذا الشعب. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام أسبوع البلد، شكرا لطيب الإصغاء وحسن المتابعة، نلقاكم في أسبوع جديد وحلقة أخرى، في أمان الله.